صباح النور لاله كريمه. صباح النور اختي جليلك ولا حبيبه؟ معك سناء. سناء كبيره لاباس عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليكم واش راكم مبروكه. الله يبارك فيك لاله كريمه. كيفك على لاباس؟ الحمد لله وانت يا لاباس عليك؟ بس بارك الله فيك. حنا وافيين للاذاعه الوطنيه من 2008. مرحبا لاله وكنتمنى يدوم الوفاء ديالكم دائما لينا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان لاله. بارك الله فيك. بغيت نعطيكم رغيف معمر على شكل بيتزا. يلا واخا. نحتاجوا نص كيلو طحين. اها. فورس واحد البيضة. اها. شوي خل. بلاتي شوية عافاك. نص كيلو طحين. اها. بيضة. اها. شوي خل. ملعقة صغيرة. اها. شوية الملحة. اها. خميرة الخبز. اها. واحد الخمارة. اها. والماء العجينة. كنعجنوها مزيان على شكل مسمن. اها. وتن نديروها حتى ترتاح شويه في الثلاجه نعطيوها في البلاستيكه وتن ندوزو نديرو الحشوه نص كيلو ديال الكفته. اها. جوج بصلات مشلضين رقاق مزيان. لا تعافك نص كيلو كفته جوج بصلات مشلضين. ايه زيتون مقطع دوائر. اها. صلصه دماطيشه نصوبوها على جنب. اها. واحد الفلفله ولا حتى الجوج مشويين في الفران. الفلفله مشويه الفران. اها. والفرمج احمر محكوك. اها. صافي عاودي بالصوت ديالك الجميل. الله يبارك فيك لاله. احمر محكوك واخ. اذا غنحتاجوا هادو رغيف معمرين على شكل بيتزا غنحتاجوا العجين نص كيلو ديال الطحين، بيضه، معلقه ديال الخل، الملح، خميره ديال الخبز، خماره، وماء العجين. قلتي نعجنوها بحال اللي كنعجنوا المسمن يعني ندلكوها مزيان ونخليوها ترتاح. اه. كندخلوا الثلاجه ترتاح. الحشوه كنحتاجوا ليها نص كيلو ديال الكفته، جوج ديال البصلات مشلضين، زيتون مقطع، صلصه ديال الطماطم، فلفله اولا جوج مشويين في الفران، فرماج احمر محكوك. بارك الله عليك. الله يبارك فيك لاله. يلا الطريقه. انا نشلط البصله مع الكفته. مه. مع الملح والبزار. نعم. حتى تنزل وعاد نحطها على جنب باش تبرد باش ما تقطعناش العجينه. حتى تنشف مزيان نديرها تبرد كنجبدوا كنديروا صلصه طماطيشه توجد طيب مزيان وكنوجدها حتى هي تبرد ونقطعوا الفلفله مشويه مربعات صغار. نعم. تنجيبوا العجينه تنقطعوها هكا كريصات تنبقى نورقوا بالزبده. اها. ولا زيت على حسب كل واحد على اللي بغي انت. اها. زيت بزاف وكتديري ديك الحشوه على شكل مربعات الوسط. وتجمعي ليها الجنب بحال بحال المسمن. اها. وكتديريها في الطاوه. ملي كتجمعي دوك الجنيبات اللي في الجنب كديري واحد الطريف على الفوق، داك الطريف الثاني كديري على التحت باش ما كتخطاش العجينه. اه. ايه باش ما تفرتش ديك الحشوه وتخرج لنا لبرا. اها. صافي كتبسطي واحد شويه حتى تكملي الطريقه وديريهم في الفران يطيبوا. ملي تيطيبوا تبغي تهبطيهم من التحت كتجيبي صلصه طماطيشه كدهني الفوق. اها. وترشي عليهم داك الفلفله مقطع والفرماج. يعني كيجيو معمرين وكذلك حتى من الفوق ومن التحت كيجيو رائعين زعما زوينين. واخا لاله كريمه تبارك الله. ملي كيطيبوا تبغي توجديهم كتحكي عليهم الفرماج تيخلي ندوي بواحد الشويه وخرجيهم يتقدموا في الصحه والراحه. تبارك الله عليك شكرا لك. عندي الفرماج جوج عصائر. واخا عطينا العصائر يلا. عندي واحد ديال الفريز كيجي على شكل بحال لاكلاص بحال بحال ديسير. اها. عندي نص كيلو ديال الفريز. اها. عندي جوج ابيض بيض. اها. وواحد لافاني صاشي. اها. والسكر على حسب الذوق. اها. كنطحنوا الفريز ونحطوه يبرد. اها. وتنجيبوا داك ابيض البيض كنطلعوه اونيج مع شويه الملح وشي سنيده. اها. ملي كنخلطوه نديروا واحد لافاني للفريز وعاد كنجيبوا ابيض البيض كنلحوه للفريز. وكنحركوا بعميقه خشبيه لجهه وحده باش ما يكسرش لنا داك الابيض البيض. ملي كنحركوا كنديروا في كؤوس وكنزينوا بالعريش النعناع والفريز من الفوق كيجي زوين حتى هو. كيجي زوين هذا صحيح. والحليب ديال العصير ديال الحليب مع البيض. اها. عندي نص لتر حليب. اها. جوج بيضات. اها. واحد الساشي فاني. اها. جوج معالق سكر سنيده. اها. كتجيبي نص لتر يكون نص لتر حليب كتجيبيه كتفيضيه مع واحد الساشي فاني وسنيده. اها. وكتعزلي الصفار على البيض وكتطربي البيض البيض على شكل ثلج. اها. مع شويه الملح تيطلع مزيان. اها. واحد اللي بغي يفيض داك الحليب كتلحي ليه داك بياض البيض كتحركيه بجهه وحده بمعلقه الخشب. ايه هو سخون. ايه هو سخون كتلحي عليه وكيت بحال برا وكيزيد يضاعف داك الحجم. وكتخلطي الصفر بيضه في واحد الزليفه مع سنيده كتحركيه مزيان. اها. وكتطفي على داك الحليب
كتحطيه على جنب كيبرد شويه وعاد نحي ليه الصفار البيض وحركيه مزيان باش ما يطيب لناش داك داك الصفار البيض باش ما يولي خيوط. ولكن هو من الاحسن يطيب. لا غير كتطفي عليها كتحيدي من الفوق من فوق. إيه ولكن يعني بديك الحراره كيطيب هو كيطيب غير ما كيجيش لنا لان خصو يطيب شويه. كتحركي بجهه وحده مزيان وديك الساعه كتجيبي الكويسات ديالك كترمي شويه حليب وشويه الكشكوشه. يجي رائع وكتحكي عليه شكوط ولا فيرميسيل كتقدميه زوين حتى هو. يجي زوين حتى هو. تبارك الله عليك كريمه. الله يعطيك الصحه والراحه. شكرا لك على هاد الشهيوات اللي عطيتينا بعد على الاقل الواحد يلقى باش ينوع الطابله ديال الفطور. الله يعطيك الصحه ورمضان كريم وكل عام وانت بالف خير. الله يعطيك السر. نعم. وحتى هي. يلا. يلا كنسلم على اختي في مراكش حوريه وكنسلم على اختي في الريش وخويا في فرنسا. وكل ما تعرف عائلته غاتشتين غير في الرشيدية وفي كل المغرب من برا ومن الداخل. الله يبارك فيك يا لالا. شكرا لك. شكرا لك. الى اللقاء.